السلام عليكم دراري، كيدايرين؟ لاباس بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا تخواسون اسي ديال لا مارك فوج. موتور تخواسون اسي اللي خرجته شركة فوج سنة 2020. بالنسبة لهاد لا مارك فوج فهي ماركة شينوا وكتصوب للمطر او للماكينة ديال بي ام دبليو من شحال هادي. هاد الموتور اللي تقدر تسوقو بالبيرمي فيها واحد لوبوا خفيف بزاف والقيدون العريض طالع لفوق اللي تخليك تحكم فيه مزيان. الديبار فيها زوين. بالنسبة للتوب سبيد تقدر توصل للصون 50 كيلومتر للفوق. بيان ايكيبي لابيس انجيكسيون فخوديسمون ليكيد. بالنسبة للديزاين ديال لا موطو تيجينا اونيك فينيسيون توب ديزاين نيو ريترو. موتور فيه مونو سيلندر ديال 292 سي سي اللي تيعطينا واحد ديبار واعر بويسونس 28 شوفو. فيها سويت زوين ديال المونو سيلندر. بالنسبة للبولي تيخرج معاه ستوندار، ولكن واخا ستوندار فيه سويت زوين ولا بغيتي تبدلو راه سي ميو. الناس يديرو عكرا ولا ليوفانس ولا كاين بزاف ديال لي موديل. من الحوايج اللي عجبوني ان الموتور في وسط المدينة واعر، الشكل ديالها تيبان من الفئة تاع الروتستر حيتاش اللي قيدون طالع لفوق ماشي محضر بحال سبورتيف اللي تيكون هابط. بالنسبة للبوزيسيون ديال الركبة مريحة بزاف، كتصوب ظهرك واقف مقاد. لاصيل فيها مريحة بزاف، مقسمة على جوج دبلايص اللي صايق ولي راكب اللور. وبالنسبة للدراري اللي فيهم مترو 55 مترو 60 مترو 70 حتى مترو 75، لا بوزيسيون ديال الركبة امبيكابل، يعني كتسوق الموتور وانت مرتاح. الشكل ديالو على برا عندو لوبتيك داير وفيه واحد ديزاين زوين. فيه سيستيم انجيكسيون بوش. بالنسبة للفريناج في القدام فيه دوبل ديسك مقارنة مع الماطر اخرين اللي كتلقى فيهم غير ديسك واحد في نفس الكاتيجوري ديال تخواسون. وفي اللور فيه ان سامبل ديسك ديال 200 مليمتر. فيه سيستيم ABS لا مارك فوج، يعني ماشي الابيس العادي. بالنسبة للفرش فتيجيني على شكل انفيرسي، عندنا سيسبونسيون اغيير مونو امونتيسور. بالنسبة للموتور في المدينة او لو وسط الزحام تقدر انك تحكم فيه بكل سهولة، يعني كتسوق كيف ما بغيتي. الحاجة الزوينة في هاد الشركة ديال فوج ملي كتقدر الموتور كيعطيوك لا غارونتي ديال عامين، اون بليس دو سا عندهم سيرفيس ابخي فونت بروفيسيونيل. عندهم لي بيس دو روشونج بليس لي اكسسوار. الموتور تيكونسومي تقريبا 3%، وبالنسبة للغيزيرفوار فيه 14.5 لتر اللي تقدر دير بها 400 كيلومتر. هاد الموتور تقدر تخلقوه بزاف عند مالين اوتو ايكول حيت ساهل في السوق بالنسبة للناس المبتدئين، اون بليس دو سوف هو اقتصادي. بالنسبة للكليغاج فيها فول ليد، ما كاينش شبولة عادية. بالنسبة للطابلو تيجينا على شكل مربع بحالو بحال لوبتيك ديال القدام، فيه تقريبا ثلاثة دلوينات، فيه لو بلون وفيه لو فيغ وفيه لورونج. تيافيشي لينا طابلو ديال القدام لي سينيال اغوش ادغوات، ابيل دو فار، تمبيراتور، الزيت الا كانت ناقصة،
plus la bs tf final rpm liter par minute ou tf final guerre yani première deuxième troisième quatrième cinquième sixième ou tb la juge de licence ou les trip بالنسبه للسيليكتور دو فيتاس فيه 6 ديال لي غابور بروميير لتحت وكلشي الفوق كاين واحد بريز يو اس بي باش تشارجي التليفون ديالك كاين لي كاش رادياتور في الجناب كاين لي سيبور ديال لو غارد بوم الالومنيوم والسيبور ديال الضوء والسيم الالومنيوم بون لا فينيسيون ديال هاد لا موطور فريمون توب دو توب وهاد الموطور تقدر تسافر به لفين ما بغيتي واخا تكون المسافه طويله وهذا الموديل بالضبط خارجين فيه ثلاثة دلوينات فيه اللوين البوردو اللي حنايا كنتيستيوه دابا وفيه لو فيغ اونغلي وفيه لو نوار هادو هما اللوينات اللي ديسبونيبل في هاد لا 300 اسي شوفوا ان التوب سبيد 150 موتور دغيا طاير من فلي دونك كان نصيحة بالنسبة للناس اللي باغيين يتقداو شي موتور كبير اللي يبداو به شي موتور ما فيهش 5 مليون هذا أحسن اختيار لكم لكن فيها 300